تم خلال ال 24 ساعة الماضية تسجيل 8 إصابات جديدة بداء كوفيد 19، من ضمنها حالة واحدة من المخالطين وسبعة من الحالات المجتمعية. كذلك تم تسجيل 10 حالات شفاء جديدة، والحمد لله لم تسجل وفيات جديدة. بلغ إجمالي الإصابات منذ بداية الوباء 17,187، من بينها 9,051 من ضمن المخالطين، و 7,944 من الحالات المجتمعية، و 192 من الحالات الوافدة. كذلك بلغ مجموع حالات الشفاء منذ بداية الوباء 16,534، فيما للأسف بلغ عدد الوفيات 439. بالنسبة لحالات النشطة اليوم هي بعدد 214، من بينها 173 بدون أعراض، 26 بأعراض خفيفة، و15 حالات حرجة، نسأل الله لهم الشفاء.